حقيقة من النهاردة يمكن لركاب مترو الأنفاق استخدام المحفظة النقدية أو الكارت الذكي المشحون بمبالغ مالية لاستخدامها خلال استقلال خطوط المترو بدل من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية. المحفظة النقدية بتوفر على راكب الحقيقة جهد أكيد أنه يقف في طابور الشبابيك الحجز في المحطات لشراء تذكرة قبل كل رحلة بيقوم بيها. طيب خلونا نستقبل عبر الهاتف أستاذ أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق عشان نفهم أكتر المحفظة النقدية أو الكارت الذكي. أستاذ أحمد برحب بيك. شكرا عندي وكل سادة المشاهدين. فهمنا كده يا أستاذ أحمد إيه هي المحفظة النقدية، الحد الأقصى بتاعها قد إيه، كيف يمكن استخراجها، هل متاحة لكل الفئات؟ اولا يا فندم طبعا حضرتك عارفه ان احنا عندنا ركاب مترو الانفاق في انواع من ركاب مترو الانفاق، نوع بيركب مترو الانفاق باستخدام اشتراك لمده 3 شهور 6 شهور لمده سنه اللي هو الجزء بتاع الاشتراكات اللي بيركب يوميا مترو الانفاق ذهاب وعوده، وعامل اشتراك بقيمه مخفضه وقيمه مدعمه زي الطلبه الموظفين الشرطه القوات المسلحه، في كذا فئه من الاشتراكات كلها مخفضه. الجزء الثاني اللي هو بيقطع تذكرة المترو على اللي هي رحلة تذكرة الرحلة الواحدة اللي هي التذكرة اللي هي ب3 جنيه أو ب5 جنيه أو ب7 جنيه اللي هو في الخط الأول والثاني، ولو هنزود الخط الثالث يبقى إيه من 5 و7 و10 ده اللي هو تذكرة الرحلة الواحدة اللي هو تذكرة وبتخلص مع انتهاء الرحلة. في حاجة بقى ميزة جديدة تم استخدامها لتوفير الوقت للمواطنين، محدش يقف على شبابيك التذاكر، اللي هي محفظة نقدية لخدمة المواطنين داخل مترو الانفاق، دي محفظه زي الكارت الاشتراك بالظبط حضرتك بس يبقى اللون بتاعه مختلف بيبقى لونه اصفر، الكارت ده سعره لاول مره فقط ب 25 جنيه، الكارت ده صالح لمده 5 سنوات، هذا الكارت ممكن لاي لحامله يعني مش مفروض صوره معينه لان الاشتراك اللي بيستخدمه اللي هو صاحب الاشتراك نفسه، اما هذا الكارت اللي هو محفظه التذاكر اي حد ممكن يستخدمه، اي يعني ممكن انا اشتري كارت ممكن بنتي تركب بيه يبقى للعيله مثلا للعيله نفسها. فحضرتك ممكن يشحن الكارت ده ب 100 جنيه ب 200 جنيه ب 150 بيصل لحد 400 جنيه شحن الكارت. الكارت بيتم شحنه زي ما قلت لحضرتك من 100 لحد 400 رسوم جنيه. استخراجه قد ايه يا استاذ احمد؟ نعم يا فندم. الرسوم استخراجه قد ايه يا استاذ؟ هو اول مره قلت لحضرتك في الاول قلت لحضرتك الكارت سعره اول مره فقط 25 جنيه والكارت صالح لمده 5 سنوات، يعني الكارت انا بشتريه مره واحده زي خط المحمول كده ما بشتريه مره واحده بسعر معين، بس الكارت ده صالح معايا لمده 5 سنوات، اشحن بقى عليه لمده اشحن ب 20 اشحن ب 50 اشحن ب 100 لحد 400 جنيه زي ما قلت لحضرتك، وبيبان الرصيد بتاعي لما بيركب بالمكنه. طبعا احنا عندنا بوابات تذاكر جديده راكبه في محطات الخط الاول والثاني مع الثالث بيبين بيظهر فيها الفلوس الباقيه او الرصيد الباقي في الكارت الذكي بتاعنا. اشكرك شكرا. الكارت متوفر في كل جميع محطات مترو الانفاق. شكرا حضرتك استاذ احمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم شركه مترو الانفاق.